يا جماعة الخير كيف تصويرها وكيف الوضوح. أيوة وين ما كنت وين ما أنت بالجوال اللي عندك ما قادر تتراقب، عندك 10 جوالات تقدر تراقب منها، تقدر تشوف، تقدر تحرك، تقدر تتكلم، وهم كذلك تقدر تسمع. يعني ها طلع كل شيء صاير عندك موجود ومثبت. تكلم بدوش وتشوف واللي تبي تسوي سوي. شوفوا يا جماعة الخير، وقف الصوت وقفة. شوفوا يا جماعة الخير كأنك قاعد تشوف تصوير كاميرا قمة الدقة والاحترافية. شغل الصوت. وانا وجيني من المدرسة في كلاس ماما منطحن انطحني لك النادي. اقول يا مرتضى يا رجل الرجاجي اولي قصيدة اشهد في طيب قمرنا وشهد لك التاريخ. هددة هددة طيب يا زين السلام لا نجيب لمك هددة طيبك فالقينا يرتفع عنا. بس وقف الصوت وقف يا رعل الصوت بس. خلاص 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 خلاص. ايه شوفك. شوفوا يا جماعة الخير دقة التصوير. ما قلت لكم يا جماعة الخير المنتج بطل وقوي وراح تدعون لي بإذن الله. شفتوا كيف دقة التصوير ما شاء الله تبارك الله، كأنك قاعد تصور بجوال آيفون. كم دقة الكاميرا حقتها؟ ما يعادل 5 ميجا بكسل. هي جالسة الآن. الجميل فيها أن أنت مو بس تراقب فيها حلالك، حتى داخل البيت تقدر تركبها، لأن هي طاقة شمسية وهم كذلك تقدر تشبكها كهرب. آه. إيه تبغى تراقب فيها الأطفال تقدر تراقب فيها الأطفال. ولو لو حبيت أخليها تشبك على الواي فاي ما أبغى أحط فيها شريحة. هم كذلك في موديل يدعم الواي فاي. الأجمل مو لازم طاقة شمسية. حتى بالإضاءة هم كذلك تشحن. ما شاء الله يعني تبارك الله. عليها الضوء أو كشاف عندك. كم سعرها؟ في كود خصم؟ في كود خصم. الأسعار تبتدي من 790 ريال، لكن في ميزة لازم أقول لك فيها، بس أحتاج الأنوار تطفي. تطفي الأنوار. نعم. طف الأنوار. طف الأنوار يا أبو عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله طفينا الإضاءة في المزرعة كامل. كل الكاميرات اللي ممكن تشتريها راح تقدم لك هذه، ما في شيء جديد، أبيض وأسود. ولكن الاختلاف في هذه الكاميرا إن أنت تقدر تشوف ملون. طلع الآن كيف طلعت عندك الصورة ملونة كأنك أنت جالس تشوف في عز الظهر. ليش؟ بدويش تعال تعال قدام الكاميرا، قرب من الكاميرا. شوفوا يا جماعة الخير تصوير ليلي بدون إضاءة. شوفوا المزرعة كلها مظلمة بس على إضاءة الكاميرا نفسها، وشوفوا دقة التصوير وملون. لما نقول منتج بطل، منتج بطل. والأجمل إنه ابتكار سعودي. ابتكار سعودي. أحسن ضيف لهم الرابط، خليهم يشوفوا المقابلة على قناة روتانا إلى تسجيل هذا الابتكار. والله كفو كفو. إلى الأمام مو غريبة علينا كسعوديين هذه الابتكارات، والله العظيم مو غريبة. وين ما كنت تقدر ترجع التسجيل، لو تبغى 8 شهور يرجع لك تسجيل. كفو والله كفو. خير المنتج بطل، وفصلت لكم تفصيل للأمانة عشان ما حد فيكم يشتري إلا هو عارف شو بيشتري. نصيحة اللي يبني بيت، ترى قيمة المنتج ولا شيء، لفة ويرات تروح عليك، شوف كم قيمتها. حط لك كاميرا وطالع بيتك وطالع شغل العمال وراقب حلالك بنفسك. أصحاب الحلال منتج ذا بطل، بيخدمكم خدمات كبيرة. اللي أطفاله يلعبون في البيت ويحب إنه يتابع أطفاله، اللي يداوم، اللي تداوم وتبي تشوف وضع البيت، منتج ذا تدعون لي عليه يا جماعة الخير. إضافة إلى ذلك يا جماعة أنه تقدر تشتري أقساط عن طريق تمارة. النقطة الثالثة، أي واحد بيطلب الكاميرا بتجي معاه هدية. إيش الهدية هذه؟ هذه إيش؟ لا تفكرونها كاميرا، لا، هذه إضاءة، إضاءة بحساس، أي واحد يمر قدامها تشتغل. شفتوا؟ يعني هذا المنتج هدية، إضاءة ذي مو بكاميرا، ترى هدية جايتك مع الكاميرا. شو اللي يميزها؟ إنه شكلها شكل كاميرا، فلما تحطها على البيت أي شخص بيمر عليها راح تشتغل إضاءة. شفتوا كيف؟ تشتغل إضاءة، توهم الشخص اللي بيمر إنه في كاميرا وشقالة، وهي مو كاميرا، هي إضاءة. ولا تحتاج لا كيبل كهرب ولا شيء، تشتغل على الطاقة الشمسية. هذه هدية مع كل منتج. شفتوا كيف؟ ارفع الشاشة فوق واطلب الكاميرا وخذ هديتك.